السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات أحلام. اليوم جبت لكم كيكة رائعة وراقية جدا، كتجي شيشة وبنينة وبمقادير في المتناول. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. عندي كاس سكر، وحدة فاني، هنا درت دانونا فاني وزدت عمرت الكاس بالحليب. هنا الكاس كيعادل لي كاس ونص من كاس العنبة، كاس ديال المايزينا، كاس ديال الزيت، 4 ديال البيضات، قشور نص حامضة، قبصة ملح، الدقيق على حسب الخليط، جوج خمارات وجوج ساشي كاكاو. ندوزو دابا لطريقة التحضير. نبداو بسم الله على بركة الله. هنايا درت البيض، غادي نزيد عليه قشور الحامض، قبصة ملح، الفاني، السكر. هنا البنات غادي نضربهم مزيان، ماشي ضرورة البنات تدرب الكهربائي، تقدروا غير بالدرب اليدوي تطلعوا البيض ديالكم. هنا البنات من بعد ما ضربت البيض غادي نزيد الزيت شوية بشوية، تندخل الزيت مزيان ديالنا. هنا غادي نزيد الكاس ديال الحليب اللي راه مخلط مع دانون. هنا غادي نزيد الكاس ديال المايزينا، هنا البنات من بعد ما دخلت المايزينا هنا البنات غادي ندير خمارة، وهذا الكاس الثاني نتاع الدقيق غادي نشوف واش ندي به غير النص ولا مهم، غادي نقول لكم شحال دخل فيها نتاع الدقيق.
هنا البنات الكاس الثاني ما زدتوش كامل، زدت غير النص ديالو. هنا البنات من بعد ما قسمت الخليط ديالي على زوج، نص غادي نخليه بيض والنص الاخر غادي نزيد له الكاكاو. هنا البنات تقدروا تزيدوا معلقة ديال الحليب الا شفتوا الخليط ديالكم تقالب الكاكاو. هنا البنات من بعد ما قسمت الخليط ديالي على أربعة، غادي دركا نبدي بالطبقة البيضاء اللي بغيتو، يا تبديو بالبيضاء يا تبديو بالكحلة. هنايا عندي المول تاعي راه مرشوش مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق، وهنا درت ورق الطبخ. هنا البنات غادي ندخلها للفران، غادي نشعلها من التحت ومن الفوق. هنا البنات من بعد ما طابت لنا الطبقة الأولى ديال الكيك، غادي نزيد عليها الطبقة ديال الكاكاو. هنا البنات غادي نشعلوا لها الفران غير من الفوق، ما نشعلوا لهاش من التحت. دابا هاد الطبقات كاملين غادي يبقاو يطيبوا لنا غير من الفوق. شو هذاك الورق. هنا البنات من بعد ما خرجنا الطبقه الثانيه، غادي نزيدوا عليها الطبقه الثالثه. هنا البنات نفس الشيء، عندنا الفران مشعول غير من الفوق. هنا البنات من بعد ما خرجناها من الفران هاي طايبة ناشف، غادي نسقيوها بواحد نص كاس ديال الحليب. هنا البنات غادي نحتاجو دانون كراميل باش نزينوها، وشيكولا فيرميسيل، وقوقو إيفيلي محمر. نبدأ على بركة الله.
البنات غادي ناخذ الفيرميسال نذوق به في الجناب. من بعد ما كملت الجناب نتاع الفيرميسال غادي نديرو قوقعة دابا غادي نزينوها بلاصوص ديال الشيكولا. ممكن ديرو قطع نتاع الشيكولا وتزيدو معاهم واحد المعلقه ديال دانون غادي تولي لكم صوص ديال الشيكولا. غادي نزين بهذا الشكل هذا. وها هي البنات كيكة الطبقات ديالنا، راها كتجي راقية في المنظر وهشيشة وبنينة. نتمنى تعجبكم وتجربوها.